ايوه تمام 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 تمام، بالراحه بالراحه خالص، بالراحه خفيف، يلا شد، يلا يلا ما تبطئش ما تبطئش، شد رجلك، قاعد الرجل رجلك بقول لك اعدلها، انا كالهدف النفس خفيف، دي بقى فور هاند فور هاند، يلا يلا اضرب، قاعد الكتف قاعد الكتف، هو كله كله باك هاند عندك، يلا 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 يلا، بنبطل ايه بنبطل ايه، انت تعبت ولا ايه، قاعد الرجل قاعد الرجل، مش سهله ها، ايه ده انت تعبتي لسه قدامنا 5 كيلو، يلا الدور الجاي اتعلم، الحقيقة انه يعني احنا لقينا الفيديو ده بعتته لنا مي، وده بيتكلم على إعادة مفهوم، إعادة تغيير مفهوم الإعاقة، ازاي تقدر ان انت تكتشف عندك ايه وتوصل للليميتس، توصل لأقصى الحدود وتقدر تستغل هذه الطاقة وتكون انسان مختلف. بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة، احنا النهاردة مش هنتكلم عن الإعاقة، هنتكلم عن القدرة، ازاي نكون قادرون او نكون احنا قادرين باختلاف. واسمحوا لي ان انا ارحب باصدقائي من مؤسسة الحسن اللي دايما بيشرفوني هنا في الاستوديو، مي زين الدين رئيس مجلس امناء مؤسسة الحسن، ومعايا بقى مجموعة من الاطفال الجمال ومجموعة من الاهالي، فاسمحوا لي ان ارحب بكريم صابر، كريم عنده 11 سنة، ملك ممدوح القمر دي عندها 12 سنة، والدة ملك أستاذة داليا صديق عبد القادر، أهلا بيكي، بلال عماد فتحي عنده 12 سنة، وعبد الرحمن، ازيك يا عبد الرحمن، عبد الرحمن علاء فريد 9 سنين ووالده الأستاذ علاء فريد، أهلا بيكو وانتوا نورتوني، وأنا عجباني قوي الكراسي دي، واضح إن فيها حاجات لطيفة، لكن اسمحوا لي أنا هقاطعكم دقائق قليلة، معايا من الغردقة الوزيرة نبيلة مكرم مع زميلنا خالد جمال، والوزيرة نبيلة مكرم غدا ستفتتح وستشارك في افتتاح مؤتمر العلماء المصريين في الخارج، نسمع من الوزيرة نبيلة مين اللي جاي بالظبط. مساء الخير أستاذة لميس، يعني نحن في صباح يوم غد على موعد مع عقد مؤتمر هو الأول من نوعه، وهو مؤتمر مصر تستطيع تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وعدد من السادة الوزراء. هذا المؤتمر استطاع أن يجذب نحو 27 عالم مصري من العقول المصرية العلمية المهاجرة في الخارج. للاقتراب من تفاصيل هذا المؤتمر يسعدنا أن يكون معنا معالي السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، برحب بحضرتك معالي الوزيرة على شاشة سي بي سي وبرنامج هنا العاصمة. أهلا وسهلا فندم، نقدر نعتبر مؤتمر مصر تستطيع هو النواة في جسر التواصل بين علماء مصر في الخارج وبين الدولة؟ هو طبعا جسر تواصل، إنما الحقيقة خليني أحيي كل العلماء والخبراء، إنه يعني رغم الأحداث المؤسفة اللي مرت بيها مصر محدش اعتذر، محدش خاف، محدش تراجع، محدش فكر مرتين إنه هو يجي، فأنا بحييه، وهي دي الروح اللي المفروض كل المصريين في الداخل وفي الخارج تكون فيهم. المؤتمر فعلا هو المؤتمر الوطني الأول للعلماء المصريين في الخارج تحت رعاية السيد الرئيس، بكرة بيشرفوا السيد رئيس مجلس الوزراء في الكلمة الافتتاحية في افتتاح هذا المؤتمر. الحقيقة السنة دي اخترت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عايزين أول مؤتمر يكون فيه أمل ويبقى فيه تفاؤل، عشان كده هو الخبراء من التخصصات المختلفة المختصين بالمنطقة، يعني بتكلم عن الطاقة الشمسية، البنية التحتية، الطائرات، صناعة السفن، المياه، كل الحاجات دي، كل الخبراء والعلماء اللي حضرتك شايفهم موجودين النهاردة علشان يفيدوا البلد بخبراتهم. غير العلماء الحقيقة أنا حرصت أن يكون في شباب أيضا، فقبل المؤتمر التقيت بالمتفوقين في الجامعات المصرية،
وعندنا تمثيل من الجامعات المصريه في انحاء الجمهوريه، يعني عندي من جامعه اسيوط، سوهاج، بني سويف، جنوب الوادي، اسكندريه، القاهره طبعا، بورسعيد، كل دول جايين علشان يشوفوا النماذج الباهره في الخارج يتعلموا منهم. والحقيقه زي ما حضرتك شايف في النهارده كل عالم واقف معاه شباب من المتفوقين في تفاعل جميل جدا، ايضا في الشباب الباحثين من العلماء جايين برضو علشان يلتقوا بالعلماء. فإذا هو مؤتمر الاستفادة من الخبرات في الخارج، تدريب الكوادر الشابة، جزء منه استثماري للمنطقة الاقتصادية، جزء منه سياحي لمحافظة البحر الأحمر. يمكن يا فندم المؤتمر هيحضره علماء متخصصين في عدة مجالات، هل الرؤى والتجارب التي سيقدمونها في المؤتمر ستتخذ محل الدراسة من الحكومة؟ زي ما قلت لحضرتك، يعني رئيس الوزراء بيشرف بكرة الافتتاح معاه بعض الوزارات أو الوزراء المعنيين بكل ملف. احنا قبل لما الشغل ما ابتدش او هيبتدي بكره، الشغل ابتدى من قبل كده، احنا بكره النتيجه، لانه احنا بعتنا كل التخصصات للوزارات المعنيه وطلبنا منهم يقولوا لنا ايه المطلوب من كل تخصص، ايه اللي الوزاره محتاجاه، وكل اللي الوزارات وافتنا بيه امدينا بيها العلماء وعملوا ورقه بحثيه استجابه لمطالب كل هذه الوزارات. فبالفعل هيكون في استجابه، الوزراء نفسهم موجودين، طاقم العمل في الوزارات موجوده، في جديه، في اصرار من المصريين في الخارج، في قبول من المصريين في الداخل، ان شاء الله يكون خير على مصر. المؤتمر ده يا فندم يعني سوف يتم انعقاده بشكل دوري للاستفاده اكثر من علماء اكثر واكثر في المصريين في الخارج ولا؟ زي ما قلت لحضرتك، ده المؤتمر الاول لعلماء مصر في الخارج، المؤتمر الثاني المفروض ينعقد طبعا سنويا. فانما الحقيقه انا اخترت الموضوع القادم وهو له اهميه خاصه، ومتهيألي ان احنا ما نقدرش ننتظر عليه للسنه او للعام القادم، فان شاء الله يكون في الصيف المقبل، وهيكون عن منظومه التعليم في مصر. هنستفيد من خبرائنا في الخارج في مجال التعليم، كلهم ادوا بخبراتهم في الخارج، الوقت ده جه علشان نتكلم بقى عن المشاكل من ابنائنا في الخارج يقدروا يساعدونا فيها. ابرز العلماء يا فندم المشاركين في مؤتمر بكره؟ طبعا دكتور مجدي يعقوب، دكتور فاروق الباز، دكتوره هدى المراغي، دكتور ابراهيم سامك، دكتور فيكتور رزق الله، يعني العديد، دكتور هشام العسكري، يعني علماء كثيرين، البعض منهم جايين من كندا، البعض من امريكا، في من الامارات ايضا، كلهم الحقيقه بحييهم ان هم يعني تركوا كل ارتباطاتهم ومواعيدهم، دول يعني علماء كبار جدا في الخارج، وبالتالي ان هم يجوا في الوقت ده، وبأكرر بييجوا علشان يسندوا مصر في الاحداث المؤسفه الاخيره، متهيألي دي حاجه تحسب ليهم. انا بشكرك معالي الوزيره، شكرا جزيلا يا استاذه لميس، يعني كان هذا لقاءنا مع السيده السفيره نبيله مكرم وزيره الهجره وشؤون المصريين بالخارج. نامل ان توصيات الساده العلماء من المصريين في الخارج تؤخذ محل الدراسه والبحث من جانب الحكومه للاستفاده قدر الامكان من تلك العقول المهاجره. يعني نذكر ان المؤتمر سيعقد غدا وبعد غد على مدار يومين، يتضمن بعض الورش وبعض الجلسات البحثية والنقاشية. يعني سنوافيك بآخر التطورات أستاذة زلاميس، وإليك في الاستوديو. أشكرك خالد جمال، وبشكر الوزيرة نبيلة مكرم، ونرجع للقادرين باختلاف. مي أهلا بيكي، وأنا عايز أعرف إيه الشارة اللي أنت لابساها دي النهاردة. هنحارب الشر بالخير. احنا جايين في وقت صعب، احنا طالعين النهاردة في وقت صعب، ده على ما أظن ده تالت يوم حداد. فاحنا يعني انا كنت متخيله ان الطريقه اللي احنا نطلع بيها عشان نبلغ رساله، الطريقه الوحيده والامل الوحيد ان احنا نفضل نعمل خير. والحقيقه ان انا اصريت ان انتوا تيجوا، احنا كان المفروض نعمل الحلقه دي يوم الاحد لكن احنا اجلناها يومين، لكن اصريت ان انتوا تيجوا النهارده علشان انتوا نموذج المؤسسه والشباب الصغيرين اللي زي القمر دول واهاليهم، نموذج لفكره القدره، فكرة ان انت ممكن تواجهك صعاب كتيرة جدا وتحديات كتيرة جدا، لكن ازاي بتقدر ان انت تعديها واحنا كل يوم عندنا صعاب ومشكلات. بصي يا لميس، انتوا حطيتوا اغنية قبل ما احنا نبتدي فيها حاجة حلوة، فيها حاجة حلوة بدون فخر، يعني احنا ان شاء الله الحاجة الحلوة، انتوا الحاجة الحلوة. طب انا عايز اشوف بقى الحاجات الحلوة اللي معاكي دي يا مي، يعني وخلينا نبتدي بكريم. كريم انت عندك كام سنة؟ 11 سنة. وقولي بقى في المدرسة ولا ايه يا كريم؟ في مدرسة. في سنة كام؟ ستة. سنة ستة.
وشاطر ولا اي كلام؟ شاطر. لا قولي الحقيقه. شاطر. كريم بطل مصر كمان. بطل في ايه يا كريم؟ قولي. تنس طاوله. تنس طاوله. مين بيدربك؟ كابتن محمد فوضى. الله، برافو عليك. انا عاجبني قوي الكرسي اللي انت قاعد عليه ده. احكي لي يا مي حكايه الكرسي. الكرسي بتاع كريم ده هوت ده اول كرسي بمقاس للاطفال يخش مصر. واحنا الحمد لله احنا بقالنا كنا 3 سنين شغالين في مشروع كرسي بالمقاس للكبار، وكان عندنا مشروع تاني اللي هو اسمه مشروع اطفالنا على عجل، بس احنا كنا مستنيين شويه لان الاطفال غير الكبار بيبقوا اصعب شويه. فاحنا ابتدينا ان احنا بكريم. الكرسي ده هو صناعة أمريكية ومستورد. وممكن يا كريم توريهون. ورينا بقى كريم كده لفة كده جوه الاستوديو. حضرتك لو هتشوفي الكرسي ده. يلا يا كريم. الكرسي ده فرقه ما بين الكرسي الثلاث كراسي التانيين اللي موجودين. هو ده معتمد على نفسه فيه. برافو. بمقاسه. انا حاسه انه مش واسع عليه. وريني بقى هتركن ازاي يا كريم. وريني. ايوه بمقاسه. برافو برافو برافو. شاطر. في امكانيه ان هو يكبر معاه. فان شاء الله باذن الله، يعني احنا في خطه ان احنا في 2017 ندخل 50 كرسي اطفال في مصر. للاطفال اللي في المدارس. واحنا خلينا نشوف الصور يا جماعه بتاعت كريم بالكرسي بوالدته اظن. خليها معانا يا شباب. ده بيطلع المدرسه. لا خليها فول فريم. يعني مين بيساعدك يا كريم تروح المدرسه وتيجي وكده؟ لا ماما بتوديني المدرسه. وانا باجي مع صحابي عند تيتا. وانت بتيجي عند مع اصحابك. اصحابك بيساعدوك. بيساعدوك. الكرسي ده عظيم جدا، واضح ان هو بيساعده بشكل جدا جدا جدا. وان شاء الله يعني هيبقى في خلال 2017 في 50 كرسي تانيين هيجوا. احنا بننقي الاطفال اللي موجودين في المدارس علشان خاطر نسهل لهم ان هم يعيشوا حياة طبيعية. طبعا. لان هم المستقبل. فاحنا عايزين اطفال اصحاء نفسيا، ويقدروا ان هم يقدروا يتحركوا ويقدروا يعملوا كل حاجة زيهم زي اي حد بالقدرات اللي موجودة عندهم. صح. يعني بس لازم يكون في تسهيلات. الكرسي واحد من التسهيلات دي هيت. وطبعا في تسهيلات تانية احنا هنتكلم عليها لما نكمل كلامنا مع بقيه الاطفال. طب خلينا نشوف التقرير ده. رحنا نشوف حياه كريم عامله ازاي. ازاي صعبه ولا سهله؟ ازاي قدر ان هو بالكرسي ده يسهل له الدنيا؟ ولكن محتاجين حاجات تانية، محتاجين ان احنا نغير مفاهيم تانية كتيره. هنشوف كريم ونرجع تاني. بروح المدرسه عادي، بروح وباجي مع صحابي واذاكر لوحدي واعمل كل حاجه لوحدي. ماما بتوديني المدرسه وساعات بتجيبني منها. تقريبا دكاتره العظام كلها شافت كريم. يعني الاول قالوا لي هو بالعلاج الطبيعي ممكن نقدر اللي هو يمشي وكده. ابتدينا نعمل علاج طبيعي، ابتدى يتكسر. اكتشفنا اللي هو عظم زجيجي سهل الكسر. مع الوقت عرفت ان دي حاجه هو بقى هيفضل عايش بيها. يعني الفتره اللي انا تعبت فيها فعلا كان اول 6 شهور في التعامل، كان حساس جدا. بقاله سنه دلوقتي بسم الله ما شاء الله، وزي ما حضرتك شفت يعني هو بيلعب مع اسوياء وبيضحك وبيهرج وعادي جدا، والتعامل عادي جدا جدا جدا. اصعب حاجه بدايه سن المدرسه طبعا، بدايه دخول المدرسه واحتكاكه بقى بالاطفال اللي زيه. معظم المدارس ما رفضت تاخده، مع يعني ما فيش نادر لما لقيت مدرسه قبلته. اصحابي بيلعبوا كوره، بس لما انا بقول لهم عايز العب كده فبيلعبوا كوره بس بايديهم بقى. هاند بول. كريم هو بيزيد بسم الله ما شاء الله، بس برضه توفر الامكانيات بقت عائق. انما لو توفرت الامكانيات لا الولاد بيزيدوا بسم الله ما شاء الله. كريم متفوق الحمد لله في المدرسه والمدرسين بشهاده المدرسين كلهم. وهو ذكي جدا. ممكن السنه دي ان شاء الله باذن الله نوديه ناشئين بطوله الجمهوريه لذوي الاحتياجات الخاصه. اي لعيب بيخش الصاله هنا بيتعامل على انه لعيب سوي. كريم ما بيحبش ان انا اشيله على فكره. بيتضايق بيقول لي ماما انا مش صغير ما تشيلنيش. يعني عايز ابقى متفوق في النادي في اللعبه اللي انا بلعبها وفي المدرسه. انا عن نفسي اي حاجه بخصوص كريم لو مهما كان التعب انا ما بحسش بيها خالص. يعني ممكن طول اليوم افضل تمرين ودروس ومدرسه واي حاجه واستحمل. نفسي اطلع دكتوره عشان عايز اشوف بشوف العيانين ومحتاج حد يساعدهم وانا اساعدهم. يعني
ارجوكوا شوفوا النماذج دي قد ايه بتقدر انها تغلب الصعاب، وتشوف الحاجه الصعبه. كريم عنده 11 سنه لكن واضح ان انت شاطر، ماما بتقول ان انت شاطر فانا هصدق ان انت شاطر. ماشي، نرجع لملك بقى. ملك، ايه الورد الحلو اللي انت جايباه ده؟ ده علشاني؟ طب خليكي بقى انا هاجي اخده. ميرسي. ولا انت بقى وريني بقى بتمشي ازاي بال فرجيني بقى بالكرسي. بالكرسي بقى. ها اوعي تعملي حادثه يا ملك وتخشي في كريم. ميرسي يا حبيبتي، ميرسي، انا متشكره جدا. ايه القمر، ايه القمر ده، ربنا يخليها لك. ملك، انت عندك كام سنه؟ 12 سنه. وفي مدرسه ايه؟ الاحمدي. الاحمدي. داليا، يعني احكي لي، احكي لي عن ملك. ملك اتولدت كده، الحمد لله تقبلنا الوضع. وكانت هي الاول لما تروح المدرسه كانت بتتكسف شويه، كانت لسه صغيره، ما كانش في احتكاك قوي مع زمايلها. لما راحت المؤسسه الحمد لله بفضل الله بقت تتعامل كويس مع. ايه اللي خلاكي توديها مؤسسه؟ انا عرفتها من برنامج حضرتك السنه اللي فاتت. يعني يا خبر، ده السعاده اللي انا فيها دي بجد. احنا ليك الفضل والله. يا سلام، ده لا فضل ربنا. على طول دخلت عملت على الفيسبوك، بعتت لهم وكلمونا على طول الحمد لله. واستاذه مي وقفت معانا كتير، والمؤسسة ما شاء الله عليهم كل الجروب. ايه اللي المؤسسة عملته لكم عشان تساعد؟ هي عملت لها رياضة، وفرت لها تلعب سباحة في النادي. كانت الأول ملك بتتكسف قوي تنزل وتقولي لا أنا لوحدي كده، أنا هتكسف أنزل. لما لقت في المؤسسة كل أصحابها كده بقت جميلة، وبقت يعني تسيبني وتقعد مع أصحابها. بتلعب ايه؟ بتلعب سباحة؟ بتلعب سباحة. برافو. شطورة. ويعني ممكن بعد كده تخش البارالمبيكس ان شاء الله. تبقى بطلة. نفسها تبقى بطلة زي رانيا علوان. لا طبعا. ان شاء الله. طب نشوف التقرير ده عن ملك ونرجع تاني. رغم إعاقتها لم تفقد الطفلة ملك ممدوح الأمل في أن تعيش حياة طبيعية، بل وتمارس رياضتها المفضلة التي تعشقها منذ الصغر، السباحة. تكشفت موهبتها فيها وفي رياضات أخرى لتضرب مثالا يحتذى به في الإصرار والتحدي. كنت بلعب تنس في الأول، كنت قعدت سنة بلعب تنس في أرض الجولف، كنت بلعب تنس أرضي بس، فبعديها سبته، ما حبيتش الموضوع يعني فسبته. وبعديها اتجهت في السباحة. أنا بحب السباحة علشان هي فيها حركة وبتحرك كل عضلات إيدي وجسمي وكده يعني. وتعتبر ملك والديها بمثابة تميمة النجاح لها في حياتها ودعمها نفسيا ومعنويا. بابا يوديني المدرسة ويوديني النادي، وبعديها ماما بترجعني من المدرسة وبابا برضه بيرجعني من النادي، يعني احنا بنروح كلنا مع بعض في النادي. يعني الحمد لله ايمانا بربنا، الحمد لله انا ووالدتها ده اللي خلانا نصبر ونكافح ونحمد ربنا على كل شيء. وبدانا نعيش الحياه وبدانا نتاقلم معاها وبدانا نحسسها ان ده امر طبيعي، ده من عند ربنا مش بايد اي حد. والحمد لله ملك يعني ربنا بيعوض من الناحيه الثانيه. الملك الحمد لله ذكيه جدا، متكلمه، بتحب بكل حاجه تفهمها قبل ما تحفظها. احنا دايما بنفرجها على نماذج، ان هي نماذج ما بيبقاش برضو قادره زي ما حاله ملك. كانت في الاول لما بتشوفها على الكمبيوتر او على التي في بتبقى مش مدركه ان ده يعني ممكن يكون ده تصوير، او ان ده يعني ممكن ما يكونش حقيقه. المهم انت بتضحكي عليا. فلما رحنا المؤسسه ورحنا التنس لقيت ناس كتير كده بقوا هم يسبورتوا ان هي تبقى شاطره في الموضوع دوت، وان هي تعتمد على نفسها وان هي ما تتكسفش من حاجه. وبطموح يدفعها دائما للنجاح تتطلع ملك لأن تكون بطلة في السباحة، ولشغفها أيضا ببرامج الحاسب الآلي ترغب في الالتحاق بإحدى الكليات الخاصة بالبرمجة، حيث تسعى أن يكون مجال عملها مستقبلا. بحب الكمبيوتر جدا، بحب أعمل كل حاجة في الكمبيوتر، يعني أي حاجة بايظة في الكمبيوتر أنا اللي باجي أعملها. نفسي أطلع ببرمجة كمبيوتر. وإلى أن تتحقق أمنياتها تواصل ملك حياتها بصورة طبيعية بالاجتهاد والإصرار، لتثبت أن الإعاقة الحقيقية هي إعاقة العقول وليست إعاقة الأبدان. هشام الرباط، هنا العاصمة. ايه ملوكة القمر ده؟ ده 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 انتي قمر. وأولا من الأوضة شكلها حلو قوي بصراحة، ليه ما عزمتنيش في الأوضة دي؟ الأوضة حلوة قوي كلها بينك كده ولطيفة جدا. داليا،
طبعا مش سهل. اكيد مش سهل. موضوع كبير. كبير. انت بتعملي، انت متفرغه ولا بتعملي؟ قاعده في البيت طبعا. عشان عندك ولاد تانيين؟ عندي ثلاثه غير ملك. فموضوع كتير يعني. ما هو موضوع النزول للمدرسه هو اللي مرهق، ان السلم انا ساكنه في الرابع مفيش اسانسير، فعشان ننزل ونطلع طول اليوم ونروح التمارين. الحمد لله كله عشان خاطر ملك، يعني نسعدها ونفرحها. يعني ايه اللي يعني بياخد منك ايه؟ بترتبي حياتك ازاي؟ بنرتب اليوم الاول، بتروح المدرسه بترجع، لو في تمرين بتلبس. انت بتروحي توديها وتجي بيها؟ ساعات باباها الصبح لو مش مستعجل عن الشغل بياخدها في العربيه، وساعات انا بوديها وبرجعها، بنطلع بنغير وبتعمل واجباتها وننزل بقى للتمرين. وهي بتحب الخروج الصراحه طبعا، بتحب تقعد في البيت خالص. قد حيلك اكيد. بالظبط. بس بقى موضوع النادي ده بيفرق. الرياضه بتفرق مع الولاد، بتفرق يعني في كل حاجة الصراحة. ان هي بتتعود على، يعني بتعيش حياتها الطبيعية ما بتحسش بفرق خالص. وزي اخواتها يعني مش حاسة بأي فرق الحمد لله. سمعت بقى يا بلال انك بتعمل بيت بوكسنج. ايه بقى هو البيت بوكسنج ده؟ البيت بوكس ده هو حاجة كده بعملها ببقي زي المزيكا. زي المزيكا. انت الاول عندك كم سنة؟ 12 سنة. اديني بقى وريني البيت بوكسنج ده الاول قبل ما اتكلم بقى في المذاكره والكلام العجيب السخيف ده. نحن كدروب باختلاف لميزه الماي. الله، برافو. ده كمان راب وحاجه رهيبه يعني. اتعلمت ده فين؟ انا الاول كنت في مستشفى، كنت محجوز فشفت واحد بيعملها، فدخلت بقى على اليوتيوب وخالت ساعدتني بقى. برافو عليك، برافو عليك. وانت دلوقتي يعني لسه بتروح المستشفى وكده ولا خلاص بقيت كويس؟ انا عظمي زجاجي بس دلوقتي بروح للدكتوره كل فتره وكده، عشان يعني معدني، يعني العدم ده عايز كل فتره اروح واجي كده. حبيبي، طب قول لي يعني المؤسسه بقى ساعدتك في ايه؟ ايه اللي يعني بتعمل ايه؟ المؤسسه ساعدتني في حاجات كتير قوي، اللي هي زي خلتني يعني بقيت اروح النادي، بتدرب سباحه وبقيت اجي من النادي، وغيرت حياتي. يعني ما كنتش بنزل الشارع خالص. خالص لا، كان المدرسين حتى بيجيلوا في البيت، لكن انا غيرت حياتي. مامتي برضو نزل لي احتياجات الخاصه، فبروح النادي مواصلات برضو انا وهي، وباجي برضو مواصلات. ايه قصه بلال يا معي؟ يعني مامته برضو من ذوي الاحتياجات الخاصه. بلال احنا تعرفنا عليه علشان واحده من التيم ممبرز عندنا في المؤسسه عندهم حاجه اسمها عظم زجاجي. عظم زجاجي يعني جسمهم بيتكسر يعني بسرعة. وهي غالبا حاجه وراثيه. وفي العيله. فاحنا عندنا اللي مسؤول عن الكاستمر سيرفيس عندها عظم زجاجي، وهي عرفتنا بقى على، فهي عرفتنا على العيله عندها. ومن ضمنهم بلال، فاحنا تعرفنا عليه اولا. طبعا تعرفنا عليه على البيت بوكسنج. عبقري انت. يعني هيز يعني هو عنده حياه طبعا. وكده وبعد كده ابتدى يتمرن معانا رياضه، وان شاء الله جاي له كرسي زي من ضمن ال 50 كرسي ان شاء الله اللي يجوا في خلال 2017. وزي ما انا كنت بقول كده، مشروع اطفالنا على عجل مشروع كبير قائم بذاته، لان هو داخل، احنا عندنا 8 مشاريع في المؤسسه، فمشروع اطفالنا على عجل بالذات داخل في كل المشاريع الثانيه. سواء بقى ان هم بيلعبوا رياضه، عندهم حاجه فنيه، محتاجين كرسي، محتاجين اتاحه في المدارس. وانا عايزه اتكلم باستفاضه عن موضوع الاتاحه في المدارس ده. عندي اخبار حلوه، انت عارفه ان انا عامه ما بحبش اشكي. فانا دايما بحب اجي باخبار حلوه، فاحنا عندنا اخبار حلوه النهارده، واحنا هنفضل على طول نجيب اخبار حلوه، علشان زي ما انا قلت لك كده احنا هنحارب الشر. انا بس عايزه يكون نمر المؤسسه معانا على الشاشه، لانه الحقيقه ان مي ما تقدرش تعمل ده لوحدها خالص. مي محتاجاكم ومحتاجانا ومحتاجه كل انسان يستطيع ان هو يساهم ان احنا نجيب
كرسي يعني مخصوص على المقاس للطفل عشان يقدر ان هو يتحكم فيه بشكل جيد، انها تساعد في امكانيات كتيرة جدا يلعب عشان رياضة. يلعب رياضة واتاحة في المدارس، يعني احنا محتاجين الناس دعم. فعشان كده انا محتاجة دعمكم المادي، لكن ايضا احنا محتاجين دعم اخر. طب خلينا بس الاول نشوف بعد بلال عبد الرحمن. انت صاحي؟ انت صاحي ولا نمت يا عبد الرحمن يا حبيبي؟ صاحي. انا اسفة والله، انا عارفة الساعة 11 وربع متأخر عليك جدا. عبد الرحمن عنده 9 سنين، والده علاء. مساء الخير يا استاذ علاء. مساء النور يا فندم. يعني احكي لي على عبد الرحمن عشان هو تقريبا نام. لا، عبد الرحمن هو كان يعني في 2011 كان حصل له انه كان اصيب بكانسر، والحمد لله رب العالمين قدر ربنا سبحانه وتعالى ان هو يعمل عمليه عشان يستأصلوا بعض الاجزاء المصابه. نعم. فكانت من ضمن الاطراف العصبيه، ودي ادت لان هو ما بقاش يقدر يتحرك ولا يتحكم في الجزء السفلي كله. بس الحمد لله رب العالمين عبد الرحمن بعد كده عمل عمليه وابتدى يمشي على رجليه، بيسند على ايده بيمشي على رجليه، وهو بيحاول دلوقتي يعمل كل حاجته بنفسه. حتى يعني بيعمل كل الحاجات اللي يقدر اي حد يعملها بيعملها هو، ما بيحتاجش حد يعمله حاجه. كنا الاول بنعمله كل حاجه، حتى يعني كان هي بس الحاجه الوحيده اللي هي اللي بتقف بالنسبه له صعبه في وجهه نظر انا، ان هو يطلع السلم. والسلم ده بالنسبه للناس كلها. بالظبط. بالظبط. صح والله، كمان بالزبط. يعني الناس العاديه حتى. بالظبط، حقيقه. بس لكن الحمد لله رب العالمين، هو دخل يعني كان الاول عنده يعني عارف حضرتك لما يكون الواحد بعيد عن المجتمع. لان هو الفكره زي ما قالت الاستاذه مامة ملك، انه انا حاسس ان انا لوحدي كده، رغم ان عبد الرحمن في المستشفى اللي كان بيتعالج فيها شاف كتير من نفس الحالات، بس ما كانش جواه اللي هو الوعي اللي بيقوله ان دول كلهم زيك. فلما راح بقى النشاط الرياضي في المؤسسه، الوضع اختلف تماما. بقى شاف الناس كلها بنفس الوضع، بنفس الكراسي تقريبا، بنفس يعني حتى لما نزل معاهم الميه ابتدى يتصاحب على ناس كانش بيصاحب غير اصحابه في المدرسه، وقليل ما هم يعني مش كتير. فالحمد لله دلوقتي لقى ناس شبهه. بالظبط كده، ده اللي فرق بقى معاه شويه. يمكن انا توقفت بس الشهرين دول عشان خاطر الامتحانات داخله خلاص بتاعت نص السنه، يعني الترم نفسه، لكن بعد كده ان شاء الله بيكمل على طول بامر الله. عبد الرحمن قول لي بقى، انت بتحب تلعب ايه؟ تلعب ايه؟ سباحه وكاراتيه. كاراتيه؟ في كاراتيه يا شيخ، من ديفرنت ايفنت، وعندنا فريق كاراتيه في المؤسسه. يعني الكاراتيه اديني حركتين كده عبد الرحمن. وريني كده. هو بس هو متقمص اخته، لان اخته بتتدرب شويه. فهو بيحب الكاراتيه فعلا، بس هو لسه ما اتدربش عليه يعني. بس انا وعدته ان هو لو فعلا الامر يعني يسمح بده ما فيش مشكله. في فريق كاراتيه في المؤسسه. وانت بتحب انه اكتر، السباحه؟ بتعرف تعوم؟ ما تغرقش يعني. شوية. بس لا، انا عايزاك بقى، عايزة اشوفك في الاولمبياد تكبر شوية كده، ولاقيك بقى بتعوم كده زي ما لأ، يعني عايزة اشوف شبابنا دول سبيحة يعني. ان شاء الله. وكويس شاطر في المدرسة ولا خيبان ولا ايه؟ اقول الصراحة بودو. قول الصراحة يا استاذ علي. بص حضرتك، هو خيبان شكلك كده. لا هو مش بسببه، هو المراحل اللي حكيت لحضرتك عليها في حياته. يعني يمكن اول وتاني سنه اللي المفروض كان ياخد فيها التاسيس في التعليم ما حصلش، ده بسبب العلاج. لانه قعد حوالي من 2011 ل 2014 اتعالج على مدار مرحلتين، فده ادى لان هو ما عندوش تاسيس. وفي الوقت نفسه بعد عن سلك التعليم تماما يعني. بس مش معنى كده مش في المدارس، لا هو في المدرسه. هو بيبذل مجهود. بس يمكن المجهود ده ضعيف شويه، بس انا بقويه معاه واخته بتقويه وبنحاول نقويه كلنا. وزي داليا ما سالتها قد ايه صعب انها تبقى مسؤوله عن طفل عنده مشكله، حضرتك يعني قد ايه صعب بالذات ان حضرتك يمكن ايضا عندك يعني بعض الاعاقه، فبالتالي يعني ازاي ده يبقى صعب؟ دي صعوبه رهيبه يعني. بص حضرتك، هو ربنا سبحانه وتعالى بيقدر الشيء وبيدي اللطف بتاعه طبعا. يعني ده امر مفروغ منه.
فالحمد لله رب العالمين مساعدات الواحد بياخدها من اهله. يعني امي ما سابتنيش ابدا، ربنا يسر لي اخته في نفس سنه تقريبا اكبر منه شويه وبتحاول انها تدي وتعمل على قد ما تقدر. في حاجات كتير ربنا سبحانه وتعالى بيسرها، بس انا برتب يومي على اساس عبد الرحمن. ازاي يعني بقى بترتب يومك ازاي؟ يعني مثلا طبعا هو الحمد لله ربنا وفقنا لحد كده ابن حلال بيجي ياخده من البيت ويوصله لحد المدرسه ويرجعه تاني. فانا بسيبه مع اخته وهي يمكن دي الفتره الحاليه بتقدر انها تنزله، وبعد كده بتاخدوا الداده وتوصلوا وترجعوا تاني. لكن في الايام العاديه بقى، يعني الايام اللي هي كانت الصبح، كان ممكن ان انا انزل معاه بقى انزله الصبح وكده. دلوقتي الوضع مختلف شويه يعني. فالحمد لله ربنا بيسرها من اي ناحيه، بتلاقي فيه مساعدات يعني زي ما حضرتك، ربنا بيدي القدر وبيدي اللطف معاه. طبعا طبعا. معي قبل ما نبتدي نتكلم على الموضوع المدارس والإتاحة وكده، أنا معايا الأستاذ محمد عادل متحدث باسم محمد عامر، متحدث الرسمي باسم سلاح التلميذ. مساء الخير يا أستاذ محمد. مساء الخير، أهلا وسهلا. أهلا بيك. يعني كلنا تربينا على سلاح التلميذ، وسلاح التلميذ ده مؤسسة ولا إيه؟ طبعا الشركة العربية الحديثة هي الناشر لسلاح التلميذ. أيوة بالظبط. يعني بس بقى ناشر لسلاح التلميذ فترة المدارس، وما بنسيبش الطلبة حتى في فترة الصيف، فبنديهم روايات مصريه للجيب بقى، رجل المستحيل ورفعت اسماعيل وروايات زهور والحاجات الجميله دي، عشان تظل القراءه متصله في فتره. احنا كلنا عموما اتربينا على سلاح التلميذ. رجل المستحيل. ترى رجل المستحيل. انا كنت بقرا المغامرون الخمسه، مش عارفه. بس كلنا اتربينا على سلاح التلميذ، لازم اقول الحكايه دي. كان دايما هو الكتاب الوحيد، احنا كان ما كانش عندنا على ايامنا كتب خارجيه كتير، هو كان سلاح التلميذ. واحنا بس بنتكلم في الجيل الثالث دلوقتي. يعني ممكن في نفس البيت تلاقي ان الجد والاب والحفيد سلاح التلميذ ده كان مهم. ازيكم سلاح التلميذ؟ طيب ايه اللي هتقوله لنا النهارده؟ ايه الحقيقه، احنا يعني في سلاح التلميذ هنا بنتابع الانشطه التنمويه الجميله اللي بتقوم بها مؤسسه الحسن، مشروعات مهمه جدا بتتبناها، وان كان على وجه الخصوص مشروع اطفالنا على عجل. يمكن علشان المشروع ده بنشوف ان هو بيمس قضيه التعليم اللي هي محور اهتمامنا وشغلنا الشرف في سلاح التلميذ. النهارده كان في اتفاق تم بالفعل بين مؤسسه الحسن وبين سلاح التلميذ. بموجب الاتفاق ده بناخد على عاتقنا في سلاح التلميذ، طبعا بالتنسيق مع هيئه الابنيه التعليميه، بناخد على عاتقنا تجهيز عدد من المدارس بتختارها مؤسسه الحسن، بحيث نسهل على اولادنا الطلبه اللي بيستخدموا الكراسي المتحركه الوصول الى فصولهم والحركه بسهوله داخل المدرسه. يعني على سبيل المثال بنعمل لهم المطالع والمنازل اللي بنشوفها في كل الدول المتقدمة اللي بتسهل التنقل بالكرسي المتحرك عند باب المدرسة مثلا، عند مدخل المبنى اللي في الفصل، في كل الأماكن داخل المدرسة اللي بيحتاج الطالب يتحرك لها واللي بيستخدم الكرسي المتحرك. يمكن بنشوف ان المساعدة البسيطة دي دورنا، لان احنا حاسين ان مساهمتنا في تطوير المنظومة التعليمية مش لازم تقف عند حدود كتاب سلاح التلميذ. شايفين كمان علينا مسؤولية مجتمعية تجاه أطفالنا اللي على عجل باستخدام اسم المشروع يعني، واللي حابين دايما نكون داعمين ليهم علشان يقدروا يتحدوا ظروفهم ويبقوا دايما وسط زمايلهم، يندمجوا أكتر في المدرسة ويبقوا حابين يروحوها، ما يبقاش في معوق إن هم يروحوا مدرستهم، وان شاء الله يعني يقدروا ينطلقوا في حياتهم بصحه نفسيه ممتازه. انا بشكرك جدا. مي، عايزه تقولي حاجه لهذا البروتوكول؟ انا عايزه اقول حاجه. طبعا هي منظومه. هو الموضوع كله منظومه. فاحنا لما بنقابل ناس على كراسي متحركه، اطفال او كبار، بنبتدي نشوف ايه المشاكل اللي بتواجه كل حد. فلقينا ان بالنسبه للاطفال موضوع الكرسي ده طبعا حاجه مهمه جدا، موضوع الاتاحه ده حاجه غايه في الاهميه برضو، علشان في اطفال كتير جدا مش بتروح المدرسه اصلا علشان موضوع الاتاحه. ففكرنا هو لازم يبقى فيه ناس مشتركة، تريانجل يعني، هي مثلث، المثلث ده لازم يكون فيه المجتمع المدني، ولازم يكون فيه الشركات الخاصة، ولازم يكون فيه الحكومة، كله بيدعم ان احنا نعمل حاجة مظبوط. فبالتالي احنا تواصلنا مع سلاح التلميذ اللي شاكرين جدا بما انهم اصلا مهتمين بالاطفال، فهي كلها بتبقى افكار وحاجات بتيجي. تواصلنا معاهم يعني الموضوع ما خدش حاجه،
مصر فيها ناس مستعدة انها مستعدة تعمل حاجات كتير جدا، بس مستعدة كمان تعمل الحاجات دي لما تلاقي مصداقية ولما تلاقي الموضوع بجد ولما تلاقي ان الموضوع مش موضوع اعلام. فالموضوع ما خدش حاجة، احنا رفعنا سماعة التليفون، قلنا هنعمل اتفاق، قررنا ان احنا هنعمله ازاي، عملنا اجريمنت مع بعض، ودلوقتي ان احنا هنبقى هنعملها بان هنشوف هنبتدي هنبتدوا في مدارس ايه. طيب يا هنعملها ازاي بقى؟ احنا هنشوف مين الاعضاء الاطفال اللي عندنا في المؤسسه. هنبتدي هقولك مثلا مدارسهم فين، هنبتدي مثلا بالاربع اطفال الموجودين هنا دلوقتي، نشوف مدارسهم ايه، هنشوف مدارسهم فين، ونبتدي نسهل لهم بقى، ونخاطب مدير المدرسه، ونشوف ما هو البنايه بتاعه المدرسه دي، كل مدرسه هيبقى ليها حاله، ممكن مدرسه محتاجين حمامات، ممكن مدرسة محتاجة رامس بس، ممكن وبالاتفاق كده هوت ان احنا نبتدي بالمدارس اللي فيها فعلا هل عندكم اتفاق مع وزارة التربية والتعليم ولا هيئة الأبنية التعليمية، ولا تعتقد ان ده موضوع هيبقى سهل؟ انا مش عارف، احنا مضينا الاجريمنت النهارده مع سلاح التلميذ، فاللي انا متخيلاه ان احنا هنوجه الطلب للمدرسة لمدير المدرسة ومش هنكلفهم حاجة، احنا مش هنكلفهم حاجه خالص. اتمنى من مديري بقى المدارس وهنعرف مدارسكم. انت كريم انت في مدرسه ايه؟ الشهيد عبد المنعم رياض. اللي فين؟ اسماعيليه. اسماعيليه، انت من الاسماعيليه. وملك انت من مدرستك ايه؟ الاحمدي. فين؟ في فيصل. في فيصل. وبلال؟ قنبله. قنبله؟ قنبله. قنبله. انا قلت قنبله مدرسه اسمها قنبله، صعبه قوي دي، في الجيزه. في الجيزه. وعبد الرحمن بتروح وتيجي يعني، هو فطور سينا بس، هو الفكره انا افتكرته صاحي، فهو واضح انه نام تقريبا، نام تقريبا نام. طيب اذا نتمنى انه المدارس دي نبتدي نسهلها. قولوا لي يا اولاد انتوا نفسكم. انا بشكرك يا استاذ عامر، استاذ محمد عامر المتحدث الرسمي باسم سلاح التلميذ، بشكرك جدا على هذه المبادره العظيمه. انا بس عايز اعرف انتوا بتحتاجوا ايه في المدارس يا اولاد؟ يعني ممكن تساليهم هم بيعملوا، احنا يعني بيروحوا بيدخلوا المدرسه ازاي؟ المدرسه ازاي؟ عايزه اعرف ايه المشكله في المدرسه؟ احكي لي يا كريم. هو المدرسه في الدور فوق، في الدور فوق، واصحابي بينزلوني، مش هم بقى بحبهم، بس انا مش يعني مش بحب حد ينزلني يعني. ونفسي المدرسه تبقى في الدور تحت. نفسك فصلك يبقى في الدور تحت؟ لان موضوع الطلوع والنزول ده صعب قوي. طلب بسيط جدا. وملك انت في انهي دور يا حبيبتي؟ انا في الدور الاول، بس المدرسين بيشلوني بيطلعوني. وما بنزلش الفسحه اصلا بسبب ال تنزليش الفسحه اساسا. لانه طبعا صعب مين هينزل ويطلع. فهو لازم الاولاد يبقوا في تحت في الدور الارضي. طلب مشروع بسيط. وانت يا بلال؟ انا كانوا حاطيني في الدور السادس. سادس؟ تطلع ازاي يا ابني؟ ده سادس، ده صعب اساسا. لولا بابا بس عامل معاهم محاوله، ومامتي راحت للمدير قالت له ينفع يعني عايزين ننزل الفصل تحت، فالمدير قال لها لو ابني هقعده في البيت. يا سلام. قولي مدرسه ايه تاني كده؟ قنبله اللي في كفر حكيم. قنبله. قنبله اللي في كفر حكيم. دي قنبله فعلا. فعملوا محاوله بالعافيه. قنبله اللي في كفر حكيم. نزلوني الدور الدور الثاني، ده بقى زمايلي بيطلعوني بينزلوني وكده. المدير قال لها، قال والدته لو ابني هقعده في البيت، هو مش عايز ينزل الفصل بس، يعني هي دي الفكره انه مش عايز ينزل الفصل. قابلته بصعوبات يا داليا في الكلام؟ لا الصراحه مديره المدرسه ميس صفاء تعاملت مع ملك بروح طيبه جدا، ونزلت لها فصل دورة، هي بتقولي ما فيش في الارض خالص ينفع نعمل، والمدرسين بس باشفق عليهم من الطلوع كل يوم والنزول بالكرسي تقيل قوي. يبقى ايه الحل يا مي؟ احنا مبدئيا كده غير الاشفاق على الناس ان هم يشيلوا ويحطوا، في حاجه اسمها انسانيه، وفي حاجه اسمها ادميه، وفي حاجه اسمها في مبنى. يعني ايه ما ينفعش في الدور الارضي؟ معلش يعني ايه؟ انا ما مش فاهمش برضو الموضوع. انا مش فاهمه يعني ما فاهمش ايه المشكله ان الفصل يعني يتنقل إيه؟ حصل ايه يعني؟ بلس بقى ان احنا ممكن اصلا لما نشيل طفل ونطلع او ننزل بيه، الطفل ده معرض ان هو يقع مننا، الطفل ده لو في حاله بلال عظم زجاجي ممكن يتكسر منهم، ففي حاجات كتير جدا. طيب. احنا مش بنطلب حاجات غريبه. ممكن تتصلوا لنا بالوزيره غدا والي بس يا ريت والنبي، لانها
بتتصل بي. طيب انا معايا على الهاتف استاذه هدى دحروج رئيس الاداره المركزيه للتنميه المجتمعيه بوزاره الاتصالات. استاذه هدى مساء الخير يا فندم. مساء الخير استاذه لميس. اهلا بيكي، اتفضلي اتفضلي يا فندم. مهندسه هدى زي حضرتك. الاول ان انا اعزي كل المصريين في الحوادث اللي حصلت الفتره اللي فاتت. وانا مع مي في حته ان احنا هنقابل الصادق بالخير ان شاء الله، واقول لك الحمد لله على السلامه حضرتك شخصيا. اشكرك اشكرك ميرسي. والحقيقه مي يمكن اتكلمت على التراينجل بتاع تكاتف المجتمع المدني مع الحكومات مع الشركات الخاصه، وفعلا هو ده اللي لازم يتحقق. كلنا بنكمل بعض، كل واحد بيعمل حته بتكمل ان احنا نكمل في القضيه. ويمكن ملف ذوي الاعاقه من الملفات المهمه قوي، لها برايورتيز كبيره في وزاره الاتصالات وعلى يمكن اهتمامات السيد الوزير نفسه المهندس ياسر القاضي. والحقيقه احنا عندنا اكتر من مبادره، ويمكن الشغل اللي عملناه مع مؤسسه الحسن اللي فعلا مصداقيتهم ولقيناهم جادين قوي من قلبهم في الشغل. احنا بنعمل مشروع لتدريب ذوي الاعاقه البصريه والحركيه لتاهيلهم لسوق عمل او لوظائف لائقه مع البرنامج الامم المتحده الانمائي اليو ان بي ومنظمه العمل الدوليه. احنا الثلاثه بنتكاتف برضو نكمل بعض وبنشتغل مع المجتمع المدني. يمكن عملنا بتعملوا ايه بقى يا باشمهندسه؟ قولي لنا بقى يعني بقى. عملنا حلقات تاهيليه توفر على حضرتك النهارده هم بيتكلموا على الاتاحه والمدارس ومش عارفين يطلعوا ومش عارفين ينزلوا. ويمكن احنا بنقدم من ادوات تكنولوجيا المعلومات بتساعد كتير قوي. برافو. على توفير حاجات كتير من الجهد والمال. تدوهم بقى ايبادز وحاجات كده مثلا ولا ايه؟ لا غير المبادرات دي يمكن الحاجه اللي هنتكلم عليها ومي ممكن تشرحها برضو باستفاضه، الحلقات التاهيليه اللي احنا صورناها وعملناها بالتعاون مع مؤسسه الحسن عشان نوفر التدريبات دي لما بيحصل حادثه فجائيه لاي حد ما بيبقاش عارف ازاي يتعامل مع يومه، هينزل يروح شغله ازاي، هينزل يروح مدرسته ازاي، الكلام ده كله اتصور ليوم ليوم كامل للشباب او للاطفال، بحيث ان هم يقدروا بدل التدريب ده ما يروحوا ياخدوه بتكلفه عاليه او ينتقلوا من محافظاتهم يبقى معاهم الحلقات ديت يقدروا يتدربوا عليها بطرق التعليم الالكترونيه. انا هخلي مي تشرح، بس بشكرك مهندسه هدى دحروج رئيس الاداره المركزيه للتنميه المجتمعيه بوزاره الاتصالات. انا معايا الاستاذ بشير حسن متحدث باسم وزاره التربيه والتعليم. استاذ بشير مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، اهلا بيك. انا عايزاك تسمع المشكله دي. انا عندي طفل من ذوي القدرات الخاصه، قول في مدرسه ايه تاني يا حبيبي؟ قنبره. قنبره؟ قنبره في كفر حكيم اللي في الجيزه، شمال الجيزه. الولد طبعا على كرسي بعجل، كان في الدور السادس، فصله في الدور السادس لما والده ولا والدتك لواحد باباك لما والده راح لمدير المدرسة يقول له من فضلك ننزل الفصل من الدور السادس لأقل شوية، قال له أنا لو ابني أقعده في البيت. أستاذ لميس أنا ما عنديش رد غير أنه بكرة يجيني فورا المكتب أيهما أقرب ليه، يا إما يجيني الوزارة يا إما يتوجه فورا على الدكتورة بوسينة كشك مدير مديرية التربية والتعليم في الجيزة، ومشكلته تتحل بكره ان شاء الله لان ده حقه. طيب هو ليه محتاج يروح يا استاذ بشير؟ ما احنا انا هدي لك رقم ورقم اسرته بعد البرنامج، لان هو الاسره طبعا انت عارف بتوصل الاولاد في كفر حكيم وبالكرسي بعجل، الموضوع صعب عليهم شويه ان هم يروحوا. انا استاذه لميس لما اقول يروح عشان يتم الاعتذار له. انا بشكرك جدا، بس انتوا نزلوك قد ايه؟ نزلوك كم فصل يا كم دور؟ ثلاثة. بقيت في الدور الثالث يعني؟ تاني. بقى في الدور الثاني، والدور الثاني ده برضو عالي قوي عليه يا استاذ بشير. احنا عايزينه في الارض. يروح المدرسة وانا هتواصل مع المدرسة بكرة، ويتفضل يروح المدرسة بكرة وهاخد تليفونه من الزملاء في الاعداد. يا ريت يا استاذ بشير، لانه يعني كمان الرد بتاع مدير المدرسة رد سخيف جدا، يعني الطفل مش مسؤول عن حالته الصحية ان حد يقول له وانت كنت تقعد في البيت، يعني دي حتى اهانة وموجعة جدا لاي ام واي اب. استاذة لميس احنا عندنا ادارة كاملة في الوزارة لمثل هذه الحالات، الادارة دي لازم تقوم بدورها. بكره انا هاخد تليفوناته دلوقتي وانا بعتذر له على الهواء وبعتذر لاسرته
بكره فورا يتوجه للمدرسه خلال الوضع مختلف تماما. طب استاذ بشير بس طب. طبعا عايزه اوصيك الواد ما يستقصدهوش في المدرسه وما يسخفوش عليه والمدرسين والمدرسات والمديره ما تذنبوش وما تنزلوش الفسحه وانا عارفه أيوة. حضرتك موجوده وانا موجود واعتقد يعني... ان ده مش هيحصل في ظل وجودك ووجودي اه ربنا يخليك انا هكلم بلال كل يوم اطمن من عيلته ان هو محدش استقصده. طب احنا عايزين مي عايزه استاذه مي بشير عايزه تطلب منك انا هطلب من حضرتك حاجه. طب احنا ليه عايزين نعمل الموضوع ده لبلال بس؟ احنا عايزين نعمم الموضوع ده هوت ان اي حد على كرسي متحرك يا جماعه تفكير منطقي جدا ان هم يكون فصلهم في الدور الارضي. عندنا دلوقتي اربع اطفال مش هنعمل لبلال بس. ليه بلال بس؟ كل الشباب اللي قاعده هنا يتنقلوا على دور ارضي وسلاح التلميذ يجي يسهل مش هنكلف حد حاجه. طب انا عايز اقول لحضرتك انه اكتر من حاله زي بلال حصل كده وتم الاستجابه فورا. لكن عند حضرتك حق، منشور بكره يتوزع على كل مديريات التربيه والتعليم على مستوى الجمهوريه ان نراعي الحالات دي وتكون في الدور الاول. لكن احنا ما جبناش شكاوى، يعني هم اوريدي في الدور الاول موجودين بمنشور راح لكل المديريات من الوزير. لكن اذا كان في حد ما نفذش المنشور ده يبقى بكره يتعمم المنشور تاني، واللي عنده حاله يا استاذه لميسه انا بقول لحضرتك على الهواء اللي عنده حاله مماثله يتصل بينا فورا او يتصل بحضرتك فورا وتم الاستجابه، لان ده حقهم محدش بيمن عليهم بحاجه. طيب انا انا بأناشد اي حد على كرسي متحرك اطفال في مدرسة أو في جامعة يتصلوا بمؤسسة الحسن وفي النمرة بتاعتنا بتاعت خدمة العملاء. ولو سمحت يا أستاذ بشير لو حضرتك بعد إذنك تسيب لنا رقم للتواصل أو إن إحنا يبقى بجواب رسمي ويبقى عارفين المدرسة وإحنا وعندنا الاستعداد إن إحنا يعني إحنا زي ما قلنا كده تاني المثلث إن إحنا مش بنطلب من الحكومة إن هي تتصرف لوحدها، لا إحنا إيدنا في إيديكوا ونعمل الصالح. أستاذ طبعا كلام حضرتك طبعا محترم جدا. اللي ما يتمكنش انه يتصل بالمؤسسة عندكم يتصل ببرنامج الأستاذة لميس فورا او يتصل بالوزارة بأي من هذه القنوات قنوات الاتصال صح. واحنا تحت امره على الفور. طيب استاذ بشير، هي مؤسسة الحسن اللي بتهتم بذوي القدرات الخاصة وسلاح التلميذ او الجهة الناشرة لسلاح التلميذ عملوا اتفاق ان هم هيؤهلوا 50 مدرسة او اطفالنا على عجل، فهل من الممكن ان هم يبتدوا يتواصلوا معاكوا علشان يبتدي نختار هذه المدارس؟ عايزين يعملوا رامب، عايزين يعملوا منحدر، عايزين يعملوا يظبطوا الحمامات، وده على حسابهم هم مش على حساب المدارس يعني ولا على حساب الوزارة، بس عايزين يعني يبتدي هذا التواصل عشان تسمحوا لهم بهذا الأمر. أستاذة لميس، محدش يقدر ينكر دور جمعيات المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني المحترمة، وأنا بقول المحترمة، في مشاركة الحكومة في الفترة الأخيرة بالتحديد. اللي عنده أي حاجة عنده استعداد يشارك بيها وزارة التربية والتعليم اهلا وسهلا، وفي منظمات كتير جدا غير منظمه الحسن بتعاون مع الوزاره واهلا بيهم. البروتوكول يتفضي فورا، تتصل بيا الهانم بعد ما تخلص مع حضرتك مباشره وانا اوجهها بكره تروح على فين وتقعد مع مين. ميرسي، اشكرك جدا. شكرا جزيلا مهندس استاذ بشير حسن متحدث بس وزاره التربيه والتعليم. وبكره بقى هنشوف تعرف يضايقوك لو انت لو ضايقوك بقى ولا سخفوا عليك ولا غلسوا عليك ولا كده تيجي تقول لي، هتقول طنط مي ومي هتيجي تقول لي. تقلقش احنا يعني تقلقش خالص وراك رجاله يعني محدش ضايقك ابدا، محدش يجي عليك خالص. طيب استاذه علاء، يعني انت حاسس ان ايه اكتر صعوبه بتواجهك مع عبد الرحمن؟ الاول بس انا اسمحي لي حضرتك فعلا اشيد، انا يعني يمكن من خلال شغلي في احدى مؤسسات المجتمع المدني برضو اللي بتخدم فئه الاعاقه البصريه، فانا بشيد صراحه بدور وزاره التربيه والتعليم. احنا كنا عملنا معاهم برضو مبادره قبل كده لحاجه زي دي، يمكن غرف مصادر عشان خاطر تسهل مواضيع المنهجيه بالنسبه للمكفوفين وصعوبات التعلم، وفعلا تمت على اكمل وجه وبتسهيلات كامله جدا من الوزاره. ده مبدئيا. اما بالنسبه لموضوع الصعوبات بالنسبه لي انا شايف اول حاجه كانت عدم توفر المعلومات، رغم ان انا كان عندي اصدقاء وانا في الجامعه على كراسي على كراسي يعني على كراسي
وتعاملت معهم كتير واخدت معهم وقت، بس لما الحاله بقت فيري دايركت معايا مباشره تماما، لا في قصور في المعلومات، زائد الناحيه النفسيه، يعني التاهيل النفسي ده مشكله كبيره جدا. عبد الرحمن يعني بيحب كل حاجه بس بطريقته. نعم. يعني هو عايز يعمل كل حاجه، بس عشان ما خدش ان هو يعمل اي حاجه، فعايز كل حاجه يعملها بسهوله، بس ما فيش حاجه بتتعمل بالسهل، فلازم يتعب. لا طبعا. فبيروح بيصاب باحباط في الاول، فانا لازم افضل معاه واحده واحده لغايه لما اوصل لمرحله اللي هو ايه، لا لازم تتمسك باللي انت بتعمله عشان خاطر تنجح فيه. بس يمكن زي. حضرتك يعني واضح ان حضرتك فاهم في هذا الامر و بالممارسه، بس بالممارسه من غير لكن من غير معلومات مسبقه. بس في اباء كتير جدا بقى ما عندهمش القدره دي والطاقه دي والمعلومات دي. المعلومات هي يعني يمكن المعلومات دي اساس، دي حاجه فعلا اساسيه، زائد طبعا الحركه، يعني مساله فعلا الكرسي ده او فكره الكرسي نفسه اللي هو يكون خفيف. هيك لو شفتي الكرسي اللي على عبد الرحمن ده، الفرق ما بين ده اظن تقريبا 28 30 كيلو على ما اظن، يعني انا بشيله. يعني انا عايزاكم يا جماعه معلش هنعمل كلوز اب على الكرسي بتاع كريم والكرسي بتاع عبد الرحمن ونشوف الفرق. طبعا في فرق، في فرق كبير جدا. انا بشيله على ايديا يعني 25 كرسي ده غير عبد الرحمن. يعني غير عبد الرحمن ده كرسي كريم ده 6 كيلو ده 30 كيلو 28 كيلو. بيقول لي الاستاذ يعني انا بقول بالتقريب مش 30 كيلو غير الطفل يعني. فاحنا محتاجين بيكلف كام الكرسي ده؟ بالكرسي ده يا معي اقول يعني قولي لا قولي رقم قبل الدولار ولا بعده؟ في الوضع اللطيف اللي احنا فيه حاليا الكرسي بيكلف 60,000 جنيه مصري. 60,000 جنيه مصري كان بيكلف 30,000 قبل الدولار، ودلوقتي وكنا يعني ودلوقتي بيكلف 60 60,000 جنيه مصري. الواحد. الكرسي الواحد 60,000 جنيه مصري. انا بصراحه يعني مش كتير على اولادنا. ايوه يعني هو تمن رجلينا كام؟ مش كتير على اولادنا 60,000 جنيه مصري، والقادرون في مصر كثر. انا عايزه اقول على حاجه برضو، احنا طبعا حضرتك عارفه احنا الداعم الاول بتاعنا البنك الاهلي المصري. وبفضل البنك الاهلي احنا في 2016 وفرنا 250 كرسي، حضرتك اضربيهم في 30 لان كان 30، فاحنا وفرنا 250 كرسي للكبار. السنه دي بقى بنشتغل على الاطفال، بنشتغل على الاطفال والكبار. والدولار بقى دبل. طب انا لازم اخرج فاصل واجيب الفريق التاني، لكن داليا نفسك في ايه؟ بتتمني في ايه وبتطالبي بايه؟ نفسي ملك تبقى متفوقه في الدراسه وتقدر تتحرك لوحدها، سواء في البيت، نفسها تعتمد على نفسها سواء في البيت او في المدرسه، ونفسي تبقى بطله في السباحه ان شاء الله. وعايزه طبعا كرسي زي كرسي زي بتاع طبعاً. يبقى خفيف وسهل عليها ان شاء الله. ميه دي اصعب حاجه، موضوع الطلوع والنزول ده. بالظبط. بلال انت نفسك في ايه؟ نفسي في ايه؟ نفسي اللي يعني يعملوا مدرسة. نفسك عموما ايه نفسك فيه بقى؟ في يعني؟ نفسك مثلا تطلع ايه طيب؟ انا نفسي اطلع دكتور. دكتور ليه؟ عشان اعمل لرجليهم يعني وجعهم كده عمليات ببلاش. حبيبي. ونفسك تنزل تحت في المدرسة علشان تعرف تروح الفسحة. مش كده؟ ما بتطلعش انت الفسحة صح؟ لا خالص، هم بيطلعوك وما بينزلوكش. بس عندك اصحاب كتير، شكلك كده مشاغب وعندك اصحاب كتير صح يا بلال؟ اكيد عندك شكلك كده. صح. عبد الرحمن اول ما دخل على طول على طول. عندك اصحاب كتير، اصحاب كتير جوه المؤسسه وفي المدرسه وفي كل حته. ملك انت نفسك في ايه بقى قولي لي؟ انا نفسي ان انا انزل الشارع لوحدي واقدر اتحرك لوحدي في الشارع وانزل الفسحه برضه في المدرسه وكده. اتاحه حبيبتي، الاتاحه، فكره الاتاحه. طب وانت يا كريم نفسك في ايه؟ نفسي ابقى متفوق في دراستي وفي التمرين، نفسي اطلع دكتور عظام. برافو دكتور عظام. طب معلش يا كريم انا عايزاك تمشي تاني بالكرسي ده كده وريني، عشان انا عايزه الأول اوري في مصر ده اول كرسي في مصر، في مصر بالمقاس اطلع قدام سيدنا كريم ده للاطفال. شايفين يا جماعه الكرسي اولا هو شكله طبعا خفيف جدا. لف يا كريم لف. ايوه لفه بقى كده وريني لفه، يعني قصر اللفه شويه. اولا واختاروا اورنج على لون المؤسسه، اورنج وكده وحلو. انت مبسوط من الكرسي ده اكتر من الكراسي التانيه؟ ايه بقى بتحب في الكرسي ده ايه؟ اخفف من اخف كتير من التانيين وسهل في الحركه. مبسوط من طنط ماي انها جابت لك الكرسي ده؟ والله ده مش انا يعني، انا بس بوصل امانات.
يعني. انا بشكركم شكرا جزيلا. ها عايز تقول حاجه؟ عايز اقول حاجه بس. قول. انا عايز اوجه شكر لميس مي عشان لولاها كانش حد نزل من البيت ولا حد عرف في المستوى ده يعني. يا حبيبي يا حبيبي ده فضل والله. ورد الورد ده كمان يا سلام. طب احنا ممكن نتصور معاهم؟ اه ممكن نتصور معاهم. طيب بقى هنخرج يعني. خلونا نشوف الكليب ده عن الـ عن الايفنت او اللي عملته مي وحضر فيها وزير السيده غداوالي وايضا وزير الشباب والرياضه. هنشوف الكليب ده ونخرج فاصل لحد ما انا اتصور بقى مع الولاد واشوف الكرسي وكده واخد الورد من ملك وهنرجع تاني عشان عندنا ضيوف تانيين.